اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا كلنا يعني كنا زعلانين ان مصر ما كانتش موجوده ومشاركه في كاس العالم 2022، لكن الحقيقه انه بلدنا كانت حاضره في تفاصيل تانية كتير. كنا بنتكلم عن الكوره المستخدمه في البطوله، كانت صناعه مصريه، عدد كبير من المشاركين في التنظيم وفي التغطيه الاعلاميه، وطبعا المصورين كانوا عيوننا هناك ورصدوا لنا لقطات مهمه جدا يمكن ما ناخدش بالنا منها اثناء الماتش، لكن بعد الماتش بتلاقي الصور دي متصدره كل صفحات التواصل الاجتماعي وكل الشاشات التلفزيونيه. الحقيقه دايما المصور الصحفي عنده عين مختلفه تقدر انها كده ايه تلقط لقطات مختلفه جدا في كل المباريات الكبرى، وبتبقى الصور دي بعد كده حديث للعالم لانه هي بتنقل زاويه مختلفه احنا ما بنبقاش خدنا بالنا منها، او احيانا بتكون زاويه خفيه محدش يعني كان شايفها خلال المباراه. النهارده ضيوفي مصورين مصريين عملوا شغل كبير جدا جدا في بطوله كاس العالم، لسه واصلين بالسلامه. برحب بيكم استاذ احمد جمعه واستاذ فريد قطب، الحمد لله على سلامتكم. وعايز اسالكم كده يعني اول سؤال، ايه اللي يخلي مصور صحفي عن غيره يطلع كاس العالم؟ ازاي بتسجلوا؟ ازاي بيتم اختياركم؟ هو أول حاجة في البداية يعني بالنسبة للاختيار، هو كل دولة بيبقى ليها عدد محدد من المصورين. طبعا لأن كل مصورين العالم ده بيبقى حدث كبير جدا، بيبقى كلهم نفسهم إن هم يحضروه، بتبقى فرصة عظيمة لأي مصور رياضي إن هو يوثق الأحداث ديت. طبعا معلش مصور رياضي يعني انا لازم اكون بفهم في الكوره عشان اطلع اصور كاس العالم؟ مصور صحفي يعني مش شرط، بس يعني محب للتصوير او يكون متخصص في التصوير. طبعا الفيفا بتحدد العدد مصورين لكل للدوله، وخاصه كمان لو هي مش مشاركه في كاس العالم، يعني لو هي مشاركه بيكون العدد اكبر طبعا والدوله المستضيفه. اما الدول زي مثلا مصر للاسف ان احنا ما صعدناش، فكان لينا حظ ان احنا لينا 10 مقاعد في 10 مصورين يقدروا يحضروا اتحاد الكوره. طبعا احنا بنعرض يا احمد صور من الصور، لو تكلمنا كده على اكتر صوره اثرت فيك خلال كاس العالم. يعني والله هو معظم توثيق الصور يعني في كل الماتشات انا شايف ان هي بتبقى فرصه جميله جدا ان انت توثقي كل الاحداث اللي في الماتش. طبعا دي نماذج بسيطه من اللي احنا صورناه، في الاف الصور تم رصدها في كل ماتش. بيتم اختيار بقى الصور بعد المباراه على حسب انت رؤيتك للمباراه ايه. فدي كانت من ضمن دي في الادوار الاولى، فرق اللي هي الافريقيه. من ضمن الحاجات اللي شدتني الجماهير، التقاليع بتاعه الجماهير، الالوان، هو الكرنفال. كل مصور بيبقى ليه رؤيه خاصه، هو عايز يصور ايه في الملعب، هو عينه بتبقى رايحه ازاي. طبعا زي ما انت بتقول شويه احنا مركزين مع الجمهور، مباراه احنا مركزين اكتر في الماتش، خصوصا انه كان في ماتشات وكنا بنتكلم شفنا النهائي ما حدش شافه قبل كده. بالظبط حقيقي كل الناس احنا كنا محظوظين طبعا، يعني احنا كنا محظوظين جدا لفكره ان احنا نحضر ماتش زي دوت وبطوله زي دي عموما كمان. يعني ارجع بس للنقطه الاولانيه بتاعت ازاي بيتم اختيارنا. سريعا، هو اتحاد الكوره بيخاطب نقابه صحفيين وعن طريق شعبه المصورين الصحفيين، في شعبه المصورين الصحفيين بتحط بنود محدده لاختيار العشر مصورين دول، لان ممكن بيتقدم مثلا حد عايز يقدم المره الجايه. بالظبط كده، اولا بيقدم السي في بتاعه، بيقدم شغله السابق، بيقدم الحاجات اللي تؤهله ان المؤسسه هنا تتحمل ان في جديه فعلا للسفر، وبيتم عقد لجنه وبيتم اختيار الاشخاص العشر اشخاص اللي قلت لحضرتك عليهم دول بشكل شفاف جدا وبشكل معلن للجميع. طيب عايز اروح لفريد بقى وتشترك معانا في الحديث. يا فريد منورنا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اكيد كانت رحله على قد ما هي ممتعه لكن تعبتوا فيها كتير علشان تقدروا انتوا تتابعوا كاس العالم، ما هواش تغطيه ما هياش سهله. لكن انت اول ما وصلت كنت ايه اللي في دماغك؟ يعني عايز تخرج من كاس العالم ده، عايز ايه الصوره اللي انت كان نفسك تخرج بيها، وفعلا عملت اللي انت كان نفسك تعمله من خلال حضورك لكاس العالم ولا لا؟ اول حاجه انت قلت اول ما وصلت، انا اول ما وصلت معداتي اتاخدت مني كلها في المطار. ده بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على السلامه. بدات يعني اول ما دخلت المطار قال لك انت عندك مش مسجل المعدات، ما اعرفش ايه اللي حصل،
يعني معلومة حاجه يعني خاصه يمكن الجمارك او حاجه شبه كده. لا هي هو مسجل كان في رولز معينه وطلعت قبل خصوصا انها كاميرات وحاجات من هذا القبيل. المهم فانا جيت قبل خلاص بقى عندي افتتاح ثاني يوم وانا ماشي معدات يعني، فطبعا كان سيناريو حلو قوي يعني. المهم الحمد لله اخذت معدات من سوني، عاملين بوتس جميله قوي للكاميرات. اخذت يعني انت اول حاجه لما وصلت قطر اصلا معداتك ما كانتش معايا، راحت مني وقعدت يعني. فده اول حاجه. التوثيق نفسه هي بطوله، انا بالنسبه لي هي مش تاريخ لي انا بس، هي تاريخ لاي شخص كان موجود في التوقيت ده. انا يعني الحمد لله كنت محظوظ ان انا صورت في روسيا 2018 وكنت من يعني دي مش المشاركه الاولى. لا الحمد لله. بطولة كاملة غطت فيها 17 مباراة. تخيلي، لكن تتخيلي ان انا في قطر غطيت 32 مباراة. حرفيا ما كنت يعني كنت تعبان يعني، مرهق جدا، تعبان جدا. كل يوم كان في ماتشين واحيانا كان في تدريب في النص، فكان ارهاق. احنا يعني بنعرض صور يا فريد دلوقتي. طبعا الصور دي بالنسبه لي تاريخ يعني بالنسبه لي، وده من الماتش النهائي ولحظه انكسار طبعا من مبابي. والصور دي ليها كواليس معايا انا واحمد جمعه، ان احنا اخترنا ان احنا نصور من فوق وخططنا وذاكرنا وروحنا ماتش التالت والرابع عشان خاطر نختار الزاويه الصح. ان احنا لو نزلنا تحت احنا 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 مجبرين على زاويه ممكن يكون الكاس بعيد عننا. فاحنا اخترنا من فوق ان احنا هنصور من فوق، هنصور قدام الكاس دايركت، وده كانت اهم لحظه يعني بالنسبه يعني. طبعا ده هي اصلا كانت مباراه يعني عصيبه على الجميع، الكل كان بيتفرج على اعصابه، النتيجه كل شويه عماله بتتغير. انتوا كنتوا جوه المباراه عندكم تخيل له ايه؟ برضو دي صوره برضو لميسي في مباراه السعوديه. بحبها قوي، بحبها جدا الصوره دي. انا اصلا كنت حلمت من فتره، حتى انا كنت حاطه عندي على الفيسبوك ان انا حلمت ان انا صورت ميسي صوره يعني عمره ما صورها في حياته. انا حلمت كده. فصوره زي دي انها انا اعتقد انه 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 ميسي لا يمكن ابدا يحصل قبل كده، او حصل قبل يعني قبل كده، ان المنتخب السعودي طبعا يعني يفوز على الأرجنتين. يعني يفوز بهذه النتيجه وتبقى الصوره كده، واللاعب السعودي الشهري بيظهر كده في وش ميسي، يعني صوره غير معتاده. فانا الحمد لله كنت سعيد الحظ ان يعني الحمد لله صورت صوره زي دي، يعني تاريخ بالنسبه لي يعني، ودي كانت مهمه قوي. ودي بقى فرحه ميسي بكاس العالم. ده فرحه ميسي بكاس العالم. ودي على فكره دي كانت اول مره في حياتي وانا بصور يعني كوره ان انا انفعل مع هدف. انا انفعلت مع هدف من مبابي تاني، ما صدقتش. انفعال رهيب، مش مصدق في اللي بيحصل. كنا بنجهز نفسنا كمان يعني، حتى بعد الشوط الاول خلاص يعني بنجهز بقى انا وبنتكلم انا وفريد على فكره هنصور الاحتفال ازاي، طب ميسي بيستلم الكاس ازاي وبتاع، وبعدين بنخطط لحد ما الدقيقه 80 جت والماتش كله اتقلب. بدانا نصور يعني، بدانا نبدا ماتش، لا نبدا بقى نصور من جديد يعني، بنبدا بنصور احداث جديده. فده ده كان ممتع كمان لينا في التصوير، مش يعني 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 بتوثقي لحظات مهمه جدا وماتش مهم أنا جدا. انا اعتقد لحظات النهائي دي على وجه التحديد استحاله تنسوها، لانه هي ما كانتش لحظات سهله يعني حتى على المشاهد. بالظبط كده يعني فاللي قاعد بقى بينقل الحدث ده موضوع تاني. موضوع تاني ليه بقى؟ لانه حدث مهم، حدث استثنائي مش هيتكرر تاني. اعتقد النهائي ده كان اهم نهائي اتلعب في تاريخ كاس العالم، او يعني بالحماس دوت. معروف ان النهائيات بتبقى الريتم بيكون هادي شويه. زي ما بقول لحضرتك خلاص يعني، اللي هو احنا قلنا خلاص الماتش خلص ومفيش صور جديده يعني، فهننتظر لحين الاستلام الكاس وبنخطط ازاي. لقينا طبعا الدنيا اتقلبت وبقى في صور افضل وحاجات افضل. شكل الجمهور في النهائي كان عامل ازاي؟ شكل الاحتفالات، شكل الانفعالات، كنتوا رصدين ده ازاي؟ طبعا جماهير الارجنتين يعني مش عايز اقول لك من كوكب تاني، زي ميسي كده، هو من فعلا جمهور من كوكب تاني. ما فيش، هم اصلا اعتقد من اول المونديال وهم الاكثر على الاطلاق. بالظبط يعني كده، موجودين في الشوارع بشكل كتير جدا. في المترو هناك كل الجمهور الارجنتيني، حتى يعني عايز اقول لك على حاجه لاحظناها، ان معظم الجنسيات التانية اللي هي الاسيويه والوافده
برضه بتشجع الارجنتين يعني. واضح ان كان الاتجاه كله يعني كل الناس برضه كانت متعاطفه مع ميسي بشكل كبير، وانه ده كاس العالم اللي يختم بيه يعني تاريخه الطويل، وانه ميسي بالنسبه للجماهير برضه احنا كان في حاجه، احنا كنا بنصور النهائي في التريبيون، فكنا في وسط الجمهور، فكان لما الجون يخش انت بتخشي يعني انت معاهم بتنفعل معاهم. والمعلقين يعني فريد لو تفتكر المعلقين يعني احنا شفنا ناس بتصوت وتصرخ في المهمه اللي هم المعلقين الاجانب. لا حاجه يعني كانت اجواء جميله جدا ومحظوظين ان احنا اكتر من مره اصلا قاعد انا واحمد جمعه ويعني مثلا الجون يخش او مثلا هجمه مثلا تضيع. اعتقد انتوا كنتوا بتتكلموا على الصوره دي. بالظبط كده. احنا كنا في وسط برضو صحيح. فاحنا مثلا قاعدين مثلا في مثلا ايه هجمه مثلا خطره راحت، فتلاقي مثلا واحد ارجنتيني يقعد يخبط على الترابيزه. يا عم انا يا عم انا عاوز يعني عايز اركز في الكاميرا. ازاي كنتوا بتتعاملوا في وسط الانفعالات دي علشان تقدروا تلتقطوا صوره سليمه؟ ما انا جايه انا عايزه اشتغل، بشجع منفعل معاكم، لكن في الاخر انا عايزه اعمل شغلي. ده بيجي نتيجه طبعا تراكم خبرات يعني. اول حاجه يعني نصيحه لاي مصور صحفي ان هو يحط انتمائه على جنب، سواء بقى بيشجع سين جيم. انا رايح اصور اوثق ماتش، فريقي بيخسر يعني فريقي بيكسب. انا مباراه استثنائيه زي مباراه الارجنتين والسعوديه دي، كنتوا قادرين ان انتوا تتحكموا بس في انفعالاتكم تماما. انا اسف، هو في حاجه اكبر من كده. هو انت السعوديه او الارجنتين مش بلدي. احنا كنا بنصور منتخب مصر وهو بيصعد كاس العالم. ده احساس تاني خالص بقى. سيبك انت يعني ايه. لا يا مصر لازم يكون في طبعا عشان اطلع الصوره ديت يعني. انا لو هتفاعل مع الحدث انا خلاص كده خرجت من كوني مصور صحفي وكوني ان انا بوثق الصوره دي لمشجع. كوني ان انا دخلت بقيت مشجع خلاص كده احمد كمان نزعت ان احنا مرينا بحاجات اصعب من كده. يعني اصلا منتخب بلدي كان في الدقيقه 92 وبيصعد مصر والكونغو، كان يعني ايه ضربه جزاء واحنا ثابتين ويعني بنصور ما فيش اي لا. فطبعا يعني لا احنا مدربين على ده وخدنا حاجه زي دي واتحطينا في مواقف صعبه جدا. اصعب من كده بكتير يعني. وانت كان ليك صوره لصلاح. الله صورة شهيرة يعني. انت مذاكرة بقى. يعني دايما الصور وخصوصا دلوقتي كمان مع وسائل التواصل الاجتماعي الموضوع اختلف. الموضوع مبقاش مقتصر على التلفزيون. صورة طبعا ممكن تروح فايرل زي ما بيقولوا كده، تصحى الصبح تلاقي نفسك صورت صورة قلبت الدنيا. ايه الصور اللي عملت معاكوا كده؟ في خلال المونديال يعني كان لنا يعني في صورة ميسي في اول مباراة بالنسبة ليا وبالنسبة برضو لفريد، دي كانت صوره مهمه جدا. انا حاسه ان انتوا كانت عينيكوا على ميسي. لا هو الناس اصل خد بالك احنا رايحين مذاكرين يعني. الناس دي دول اخر في كام شخص كده، كام لعيب ده اخر كاس عالم صحيح. منهم ميسي كريستيانو. يعني خلاص ده اخر مباراه دي. فمن ضمن الصور برضو اللي هي كان في مباراه الارجنتين والسعوديه، ولما الارجنتين خسرت في صوره لميسي وهو بيقع كان بيصرخ، فدي كانت برضو دي انتشرت جامد جدا على السوشيال ميديا. وفي برضو صورة ليا لكريستيانو رونالدو بعد كان في مباراة غانا بعد ما احتفل بالهدف، فهو بيحتفل كان في بانر لميسي برضو جنبه كأنه بيبص له كده مبتسم كده وباصص كده لميسي. اعتقد هي موجودة في نعرضها ان شاء الله نشوف الصوره اللي احمد بيتكلم عنها. انت يا فريد ايه اكتر الصور اللي بعد الفصل هنعرضها ان شاء الله؟ انت اكتر الصور اللي انت حسيت انها أنا يعني قلبت الدنيا. اول حاجه صوره كريستيانو صوره ميسي واللاعب السعودي الشهري باصص له وبيزقر. دي انا لقيتها لفت جامد. وبرده نفس المباراه وميسي ماسك التيشيرت بتاعه بعد يعني بعد كوره كده كان ثابته لحد التيشيرت قوي كده برضه صوره موجوده. كان متضايق جدا واصلا ميسي انفعاله قليل فلا صحيح. يعني انفعل قوي كده فدي كانت كويسه قوي يعني. برضه كريستيانو رونالدو صوره انا برضه سعيد جدا بيها. هو كان في ماتش وكان ماتش مش فاكر ماتش مين بس نزل متاخر فهو الكره طلعت بره فلف من ورا الجول بياخد الكره من البنت بتاعت الكره فابتسم لها وهي طبعا مش مصدقه وودت له الكره فيعني خدت رقطه وهي كده يعني باصين لبعض
الحمد لله الصوره برضو شفناها ستات شافوها من زاويه ثانيه خالص. هقول لكم عليها في الفاصل. يعني دلوقتي نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام مع ضيوفنا استاذ احمد جمعه واستاذ فريد قطب المصورين المصريين العظام منورينا في التاسعه. نروح مع حضراتكم دلوقتي لفاصل ونرجع بعد نكمل كلامنا. خليكم مستنيين. أرجع مع حضراتكم لضيوفنا الكرام فريد قطب وأحمد جمعة المصورين العظام اللي كانوا حاضرين كأس العالم وبينقلوا لنا الصورة بكل تفاصيلها. فريد، كان في ماتش ما بين هولندا والأرجنتين وكان في صور مميزة لميسي في الماتش ده ورسائل كده ميسي كان بيبعتها لمدرب هولندا، كلمني عن كواليس الصور دي. ده كان ماتش مجنون جدا بالنسبه لي، وبرضه انا لما قلت من شويه ان انا كنت بصور وسط الجمهور ده برضه كنت بصور وسط الجمهور. كان ماتش صعب جدا وماتش مجنون، 2-0 الارجنتين، فجاه 2-1 قبل الماتش ما يخلص 2-2. فكان ماتش ودي يعني انا ميسي صورته كتير ان كان في روسيا او كده، اول مره اشوفه متعصب كده. متعصب، احنا بقى بينا ايه، بينا عشره بقى انا وميسي بقى خلاص بقى بين اصحابي راسه انفعالاته. بص الصوره دي برده يعني عملت ضجه كبيره على السوشيال ميديا. الصوره دي انا كنت اصلا متردد جدا ان انا اختار المكان ده في التصوير. وانا اجبرت على التصوير من فوق. يا شاء القدير ان الصوره دي ما تتاخدش غير وانا فوق. لو انا قاعد في المكان الطبيعي كنت تصورته من ظهره نهائي، هصوره من ظهره. فهي دي يعني صوره من الصور المهمه، ان اصلا قلما لقيتي اصلا ميسي في حياته اصلا بينفعل في مباراه، فده الانفعال جميل جدا وكان ليه قصه وليه تاريخ وكان وعمل ليه كده. هو اصلا يعني هو اصلا مدرب الارجنتين، مدرب هولندا، كان بيدرب قبل كده برشلونه. فكان حاطط اسم اللاعب انسيتو اللي هو كان معاه في اسمه ريكالمي. كان حاطه في دماغه وهو لعبه في مكان مش مكانه لغايه ما كرهه في برشلونه ومشاه من برشلونه. فيعني ميسي حاطط الموضوع قوي في نفسيته، شايله بقى شايل قوي. وخد الموضوع بعصبيه اول ما جاب الجون واول ماتش خلص، فقام راح بقى واحتفل قدامه كده وغاظه وكده يعني ايه، وقام عمل احتفال ريكالمي قدام 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 مدرب. وانت لقطت الصوره؟ اه الحمد لله. هو على فكره بالمناسبه ميسي في الملعب بالنسبه للمصورين هو هادي جدا. يعني هو من النوع الهادي، مش زي مثلا كريستيانو طول الوقت بينفعل او مبابي مثلا بيتحرك كتير، انما ميسي لا بجد فعلا هادي جدا، حركاته قليله جدا، تصويره بيبقى. انت ما قلتش هادي، قلت ممل. يعني قلت ممل في تصويره. يعني هو يعني في احنا لما بنيجي نصور عايزين في انفعالات اكتر وحاجات زي كده. الانفعال ده اللي ميسي على وجه التحديد شفناه بقى في انفعالاته للفوز بكاس العالم ونظراته لكاس العالم. اول مره نشوف ميسي بينفعل واحتضانه لكاس العالم بالشكل ده وزوجته واولاده وهو بيصورهم وكانه بيهديهم يعني انجازه الكبير. يعني ميسي غلبنا قوي في النهائي، قعد تقريبا 30 دقيقه قاعد نص ساعه. حرام عليك، تعبتنا يا عم. قوم كاس العالم حلم حياته. بس مش كده، لا هو 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 فريد يقصد ايه، ان هو فضل قاعد هو وزوجته واولاده، وفي صور برضو موجوده فضلوا قاعدين على المنصه، كان كل اللعيبه بتحتفل الا هو قاعد بيتصور وبيسلم على اولاده وقاعد بيحتفل مع اولاده. احنا بالنسبه للمصورين لا، انا عايزه يلا عشان تمسك الكاس ويلا اتحرك. الصوره مع اولاده. لكن الحقيقه برضو انه الناس بتشوف انه لما نجوم كبار زي ميسي هو اول حد فكر فيه، اول حد فكر انه يقعد معاه ويهدي الصور دي. خليني اكلمكم بعيد شويه عن الكوره، كانت حديث بقى كل الاسر طبعا، انه نجم بالحجم ده كل اهتمامه دلوقتي في اللحظه اللي هي الاهم في تاريخه، اللحظه الاكبر في تاريخه بمراته واولاده. هو يعني اهداهم الكاس وقعد معاهم وتصور معاهم، وزي ما انتم بتقولوا قعد نص ساعه بيحتفل مع اسرته. هو انا بقول لحضرتك وانا بصور الصور ديت، يعني انا عايز اصور حاجات أيوة متنوعه اكتر. يعني خسرتين لا يعني هي مطلع. طبعا هي طبعا صور توثق الحاله اللي حضرتك بتتكلمي فيها، طبعا تحمل معاني كبيره انه النجاح ده وراء اسره متكامله. يعني بالظبط كده، انا ببص نظره ثانيه. يعني انا دايما المشاهد او المتلقي بيبص للصوره، يعني ممكن الصوره مثلا حد يشوفها بزاويه ثالثه خالص غيرنا. فاحنا بنبقى بنحب التنوع عشان نوصل اكبر قدر من الصور للناس،
ما يبقاش كادر واحد او صوره واحده، او ما تبقاش الصور ممله، تبقى كذا حدث كذا حاجه. فهو زي ما بنتكلم كده، هو فضل قاعد نص ساعه هو واسرته على طب انا بقول لك سر بقى مهم قوي. انا 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 مش من مريدي ميسي. ليه بقى؟ ان انا اصلا مشجع ريال. خلاص، فانت الناحيه الثانيه. ما هو طبيعي واحد بيهين فرقتي انا احبه ازاي؟ بس كده كده انت بتخرج بقى عن ال... لا ما انا ما... الحيادين مش يعني. لا 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 يعني بالظبط كده. انا مش يعني هشرح لك محايده فريد والله هشرح اهو. ميسي بالنسبه لي هو 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 يعني عمل حاجتين في البطوله دي احترمته جدا. اول حاجه في ماتش الارجنتين وهولندا، ماشي. طبعا مارتينيز هو البطل الاول والاوحد في الـ في الـ وصد اكتر من ضربه ترجيح. خلاص، اول ما الكوره دخلت وهم فازوا، كل اللعيبه بتوع الارجنتين جريوا على يعني بعيد. الوحيد اللي راح لمارتينيز هو ميسي. حتى كمان في صوره موجوده. هو نايم على الارض، ميسي الوحيد اللي راح له وحضنه. فقد ايه هو انسان. هو لا بلا يعني ليه بجد، عشان هو ما نسالوش الصده الاخيره اللي هي في الدقيقه 118. يعني لان الكره دي هي اللي فرقت في كل الماتش. يعني هي الكره الانفراد الاخير. الانفراد الاخير لان كان 3-3. لا ده انا انت بتتكلم على ماتش اول حاجه هولندا. انت ما جبتلناش الصوره دي بس عشان نبقى. لا والله انا بعتها، مش موجود، مش عندنا. لو عندنا كنا عرضنا. بس فهو لا وال يعني موقف التاني صراحة اللي هو طبعا رخم عليا. انت خلاص قعدت مع اهلك يعني حلو جدا، قوم بقى يلا عوض بقى صور تانية. ما انا مش صور صورة واحدة بس نص ساعة يعني. لا هو قاعد معاهم خالص، قاعد معاهم. فده صراحة لا ده انسان. اللحظة دي برضو كانت مهمة جدا ما بين مبابي وميسي. ده احمد جمعة، تصوير احمد جمعة دي، صح يا احمد؟ دي بقى يعني انا شايف ان دول كانوا اهم اتنين لعيبة في البطولة كلها. ميسي خلاص يعني اعتقد انه خلاص كده خلص مع المنتخب، واعتقد ان العشر سنين اللي جايين او الاكتر يمكن كمان هو بقى امبابي. فهو بيبص له يعني نظره البصه اللي هو يعني انت قدوتي، او يعني فيها نظره التحدي كمان ان هو ممكن يكون افضل منه في المستقبل. امتعتونا خلال المونديال وتشرفنا بيكم، ودايما يا رب المصريين دايما يكونوا مصدر للفخر وللعمل المشرف في كل مكان. شكرا جزيلا احمد جمعه وفريد قطب، شكرا جزيلا نورتونا النهارده في التشكيل. شكرا جدا. مشاهدينا الكرام، كده خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهارده. دايما نشوفكم على الف خير.